ينضم إلينا عبر سكايب من باريس المحلل السياسي الأستاذ أمير المفرجي. أهلا بك أستاذ أمير. خلافات حادة وانشقاقات بين أطراف ائتلاف سائرون، لا سيما الحزب الشيوعي بسبب تحالف الصدر يعني مع ائتلاف الفتح بزعامة هادي العامري. برأيك يعني إلى أي مدى تتوقع أن يضحي الصدر ربما بالشيوعيين في سبيل تحالفه مع العامري؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة. أهلا بك. شيء طبيعي، المشكلة الآن هي مشكلة بقاء الحزب الشيوعي في داخل حلقة السيد مقتدى الصدر. هناك مشاكل كثيرة تجاربه الحزب الشيوعي العراقي، لأن الحزب الشيوعي العراقي قد رفع شعارات يعني عابرة للطوائف، وها هنا يعني المشهد السياسي العراقي يتجه مرة أخرى إلى نظام المحاصصة، ونظام محاصصة يعني مثل ما نقول بالعراقي قح بين الأحزاب الطائفية القريبة من إيران. إذن هناك مشكلة في وضع الحزب الشيوعي العراقي ومستقبله في العملية السياسية. إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الحزب الشيوعي العراقي كان قد ساهم في حكومة السيد نوري المالكي في 2006، السيد رعد جاهد فهمي كان وزير التكنولوجيا في 2006 وكان ضمن نظام المحاصصة العراقي. الآن سوف نشاهد هل سيبقى السيد رعد فهمي داخل الإطار الطائفي وكما كان في 2006، أو سينساق إلى الأغلبية الموجودة داخل الحزب الشيوعي العراقي. أنا في نظري ما حدث في العراق من تزوير وما حدث من مشكلة في حرق الصناديق سوف يطغي بظلاله على المشهد السياسي العراقي. نحن بعيدين كل البعد عن إيجاد حل لوجود حكومة وحتى لوجود رئيس وزراء. المشكلة الآن هي كيفية الخروج من هذا المأزق بعد حصول التزوير وبعد حرق الصناديق. ويجب أن لا نستهين بهذه الأشياء التي حدثت، والتي في نظري قد أحرقت العملية السياسية كاملة. هناك أنباء أستاذ أمير عن وجود مسؤولين إيرانيين في بغداد للضغط على الفرقاء لتشكيل كتلة كبرى تنهي الانقسام داخل ما يسمى بالبيت الشيعي. ما هو هدف طهران من وراء ذلك؟ شيء طبيعي، هناك مشكلتين في المشهد السياسي العراقي، هي المشكلة الداخلية حرب الأحزاب فيما بينها للحصول على كرسي السلطة، وهناك المشكلة الإقليمية ووجود إيران داخل المشهد السياسي العراقي. أنا في نظري هذان الشيئان هما استباق لما سوف يحدث، لأن وضع العراق في الإقليم والعالم قد تغير. هناك سياسة أمريكية جديدة قد أعطت نوع من الإنذار إلى المؤثر الإيراني ووجوده في الساحة الإقليمية، في العراق، في لبنان، في اليمن. هناك نوع من الانتظار بالنسبة للإيرانيون، يريدون أن يستبقون في نفس الوقت الأحداث لوجودهم في العراق. ولكن أنا في نظري أن هذا التدخل الإيراني الحاضر هو استباق لا أكثر، لأن العوامل الخارجية هي التي ستحدد مصير العراق ومصير المشهد السياسي العراقي. إذا أخذنا بعين الاعتبار وجود سياسة جديدة تطلب من إيران أن ترفع يدها عن العراق وعن وجودها في منطقة الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، أنا في نظري بأن السيد حيدر العبادي لم ينتهي بعد، لأن الولايات المتحدة تعتمد عليه في الوقت الحاضر لوضع معادلة لمدة سنة أو سنتين مع وجود السيد مقتدى الصدر، لأن السيد مقتدى الصدر استطاع أن يجد له مكانا في المقدمة. ولكن مقتدى الصدر أيضا مقتدى الصدر لطالما أعلن عن طموحه لتشكيل كتلة عابرة للطائفية، ولكن ألا يتعارض ذلك مع ما يتم الآن من تحالفات ترعاها إيران؟ شيء طبيعي، إيران مثل ما قلت أنه هي تحاول أن تتدخل بالرغم من وجود إعاقة أمريكية وإعاقة دولية لوجودها في العراق. إيران لحد الآن هي صاحبة الساحة في العراق، ولكن ليس لمدة أطول من هذا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية قد وضعت سياسة خاصة بها في العراق. ولكن أنا أعتقد بأن إيران
في الوقت الذي تحاول أن تجد يعني أن تبقى في العراق هي تحاور الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على مخرج لنظامها في طهران، ولكن وجودها في العراق هو كيعني انتظار في الوقت الذي تتحاور مع الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا مع الغرب في موضوع الملف النووي العراقي. إذن هي في العراق لأجل يعني وضع ملف العراق كملف للتباحث مع الولايات المتحدة والغرب على مصير ملفها النووي الذي وصل طيب. إلى يعني نفق فيما مهدود. يخص يعني ما بعد نتائج الانتخابات، رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية عادل نوري أكد أن نسبة التزوير في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وصلت إلى 100% في بعض المحافظات. السؤال هنا أستاذ أمير، على أي أساس تتم المفاوضات؟ على أي أساس تتم التحالفات السياسية الحالية إذن؟ يعني أنا مثل ما يعني قلت قبل قليل أن هناك نوع من الاستباخ داخل الأحزاب السياسية، هناك نوع من الحرب الداخلية بين هذه الأحزاب للوصول إلى الهدف الفئوي الذي جاءوا من أجله، وهو الوصول إلى كرسي وثروات العراق. إذن هم في عالم ووضع العراق في عالم آخر، هم يعني يتحاربون ويعني يتخاصمون من أجل مستقبلهم في العراق، ولكن أنا في نظري هذا شيء يخص هذه النخبة السياسية، لأن الأمور في العراق يعني في رأيي ستكون فيما لا تشتهيه سفن هذه الشخصيات التي يعني وصلت مع العملية السياسية بعد حرق الكلاديق وبعد التزوير إلى طريق مسدود. أنا في نظري أنه نحن بانتظار يعني أشياء قد تكون ليست كما كانت في السابق. يعني هذه الأشياء التي تتوقع حدوثها مستقبلا أستاذ أمير، يعني مع اقتراب انتهاء عمر البرلمان والحكومة، رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزامري حذر من الفوضى ومن الانفلات الأمني في بغداد، هل هذا ما تتوقعه أيضا أستاذ أمير؟ شيء طبيعي، لأنه عندما يتكلم السيد الزامري أنا في نظري أنه يعني يضع أصابعه إلى بعض الأشخاص الذين يعني لهم صلة بالوضع الأمني العراقي، فلهذا أنا في نظري أنه عندما يتكلم في هذا الموضوع هو يعرف بأن في حالة عدم وجود اتفاق إيراني أمريكي قد تستعمل إيران بعض من يعني ميليشياتها في العراق وبعض من شخصياتها السياسية يعني لتخريب الوضع الأمني في العراق، وخصوصا الوضع الأمني بعد انتهاء يعني مدة البرلمان، حيث سيكون هناك فراغ أمني وسياسي. فمن هذا المنطق أنا في نظري السيد الزامري يقصد السيد المالكي والأحزاب والميليشيات التي تعمل بإرادة إيرانية في العراق. شكرا لك أستاذ أمير المفرجي المحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من باريس.